انت كنت عايز تسأل عن الاجتهاد. ايه هو السؤال؟ انا لاحظت انه مصطلح الاجتهاد ورد في اكتر من مؤلف من مؤلفات حضرتك في العنوان حتى، ويجي دايما السؤال، البعض بيعتقد انه الاجتهاد يؤدي الى شطط، وانه هذا الشطط قد يذهب بنا الى انكار وجود الخالق او انكار الاديان، وجود الرسل والرسالات والبعثات، نزول الوحي، الاجتهاد قد يفتت الدين ويذهب به بعيدا. في الفصل انا حكيت لحضرتك والعظيمه زميلنا حته صغططه كده، انا مريت برحله معينه في حياتي ولقيت ان الاجتهاد يذهب بنا الى ما هو اجمل، هو ثبات اليقين. هو ليها تاريخ، وده برضو من اثر موقفنا من التراث. التاريخ ده كان انه المذهب الفقهي كان هو قانون. التاريخ كان كده. مذهب الشافعي او المالكيه في المغرب او الحنفيه في تركيا وتوابعها او الحنبليه في نجد وتوابعها الى اخره، كان هو قانون. ما هو ما كانش فيه قانون كود مكتوب، انما كان الامر بيد مساحه كبيره بيد القاضي. القاضي يجي الحاكم ولي الامر ويقول له على فكره احنا هنمشي في البلد دي بالحنفيه. يقول له حاضر يا سيدنا الوالي، ويمشي كل القضاة بالمذهب الحنفي. يبقى انا كراجل دارس حنفية وانت دارس حنفية وكل البلد دارسة حنفية، عارفين القانون بتاعنا وعارفين هنقول ايه ونعمل ايه وكذا الى اخره، عارفين ده في البيع وفي الشراء، في الهبة، في الوصية، في الميراث، عارفين ده في الزواج، في الطلاق، في القضاء، في الشهادة، في اي حاجة. فكان مكان القانون، فما كانش مقدور ان احنا نغير القانون، وتغيير القانون كان يعمل فتنة. فقال له طب انا عندي كتاب جديد. قال له روحك يا حبيبي، ما ينفعش تطبقه، اللي هيتطبق هو المذهب اللي الكل متفق عليه. حضرتك ليك اجتهاد مع روحك، مفيش مانع، بس يبقى لروحك. وفضلت هذا الظلال موجودة إلى وقت قريب، إلى وقت أوائل القرن العشرين. فظن الناس أن الاجتهاد ده بيسبب فتنة، الكلمة دي. أيوه. لا، وعمر ما حد قال كده. فالإمام السيوطي لما لقى إن الناس فهمت غلط راح مألف كتاب ماتع أسماه الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض. الله الله، ده مش الاجتهاد جائز، ده الاجتهاد فرض. يعني إيه فرض؟ يعني لو ما مارستوش ابقى اثم عند الله. فشوف بقى الفرق. السيوطي ده مات سنه كام؟ 911، واحنا في 1443 دلوقتي، علشان نعرف بس هو ميت اديله 533 سنه. يبقى اذا احنا مش بنجيب حاجه من مخنا يعني من هوانا كده، لا، احنا بنقول الحاجه الفعلية اللي هتصل إليها إذا قريت الكتاب وإذا قريت السنة وإذا شفت المجموعة العلمية دي، الجماعة العلمية فكرت إزاي، هتوصل لنفس النتيجة إن الاجتهاد فرض. وإيه كمان؟ في حاجة اسمها انتهاء القسمة العقلية. الدنيا كان زي ما هي. يعني إيه زي ما هي؟ يعني محمد علي لما كان يسافر اسكندرية، هو الوالي الكبير بقى،
كان زي عمر بن الخطاب لما يسافر اسكندرية. يعني الأدوات التي تنقل محمد علي من القاهرة إلى الإسكندرية ذات نفس الأدوات بنفس الزمن بنفس الكيفية بنفس المجهود التي تنقل عمر بن ولا الخطاب، ولا في عربات ولا سكة حديد ولا غيره، ولا هي الدواب، هي الدواب والزمن كذا تقريبا هو كذا. هو إذن ما فيش حاجة اتغيرت. اتغيرنا من إمتى بقى؟ من 1830 ل 1930 قلت لك قبل كده. في المئة سنة دي اتغيرت الدنيا، اتصالات، مواصلات، تقنيات حديثة. هم بدروا وراحوا قالوا الله دي الدنيا اتغيرت، ندرك الواقع الجديد ده ازاي؟ فراحوا عاملين ما يسمى بمجموعة العلوم الاجتماعية والإنسانية. على فكرة مجموعة العلوم الاجتماعية والإنسانية دي السوشيال ساينس والهيومن ساينس كان حتة من فلسفة جوه الفلسفة. فلا راحوا خلوا السياسة الاقتصاد السياسي لوحده والسياسة لوحدها، علم السياسة وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم 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 وعلم، وطلعوها كلها وبقت تخصصات كبيرة جدا ونمت وتراكمت من أجل إدراك الواقع. وبقى في حاجة اسمها علم الإدارة، وعلم الإدارة ده جه من كده. وبعدين بقى في علاقة ما بين العلوم، العلاقات الإنسانية في العمل ما بين الإدارة وعلم النفس. فكان اللي درس لنا العلاقات الإنسانية ماهر عليش الله يرحمه، وده راجل يعني نذكره يذكر فيشكر. فكان بيقول لنا لما راح أمريكا ياخد الرسالة بتاعته، قال كان سنة 34 والعلم ده اتعمل سنة 30، علم حديث 4 سنين. قال أنا هقرأ الكلمتين اللي كتبوا فيهم وأعمل بتاع وأروح 6 شهور أكون موجود في البلد بتاعتي مصر. فقعد يقرأ سنتين. الراجل لما راح له أمين المكتبة وقال له عايز الكتب بتاعت العلاقات الإنسانية، قال له أيوه عايز إيه يعني فيها؟ قال له عايز أحطها على المقصة ولا شوف اسمها إيه الترابيزة وأقعد أقرأ كده يعني. قال له طب تعالى. ووراله مكتبة تمشي فيها عربية، قال له كل ده هي في 4 سنين. وقعد يقرا الاستاذ الدكتور ماهر عليش بدل ما كان هيخلص الدكتوراه في 6 شهور قعد يقرا علشان يستخرج ويعمل حاجه ليها قيمه 2 سنين. فكان يحكي لنا الحكاوي دي. لما تدرس بقى تلاقي ايه ده؟ ده كله لإدراك الواقع الذي تغير من تلك الأحوال في الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة. إحنا كان ينبغي إن إحنا نعمل حاجة زي كده علشان تبقى أداة في إيد المجتهد يدرك بها الواقع، لأن إدراك الواقع من الخمسة بتاع التجديد ما عملناش. فروحنا نجيب العلوم دي علشان ما نتخلفش عن الخلق. أيوه. فجبناها. العلوم دي مليانة مدارس مختلفة ونظريات مختلفة وتطورات مختلفة. فأرينا الواقع بعيون غيرنا. يبقى احنا في ورطة حضارية. طبعا. احنا ما اجتهدناش. لأنه ما اجتهدناش.